في انتل دوت اكس دي كي هكلمكم الاول عليهم كلهم مره واحده ونعمل ابلكيشن واحد ضامن من معظم العمليات دي كلها على بعضيها يعني. دوت كونتاكت دوت احنا قلنا اد كونتاكت صح كده؟ طيب في حاجه اسمها تشوز كونتاكت وتشوز كونتاكت سيبني طيب اقول اللي عندي ده سيبني اقول اللي عندي فالقصه مش كوبي ده قصه خلاص نجيب البيانات ازاي نعرضها ازاي نجمعها ازاي واحده واحده هنشوف في حاجه اسمها تشوز كونتاكت وتشوز كونتاكت دي المفترض ان هي بتديك امكانيه انك تقدر تختار كونتاكت بتاع واحد من على النيتف ابلكيشن ذات نفسه يعني على البرنامج على الجهاز ذات نفسه خلاص تقدر تشوز تختار واحد طبعا دي تشوز كونتاكت دي هنشوف عليها مثال بس قبل ما اخش على مثال بتاعها لان انا اعمل مثال واحد مجمع في مجموعه من الحاجات مع بعضيها مره واحده في حاجه اسمها ايديت كونتاكت ايديت كونتاكت دي لازم يستلم منك الاي دي فلما تدي له اي دي بتاع واحد يفتح لك الكونتاكتس بتاعته الكونتاكت بتاعته مفتوحه بالبيانات بحيث تقدر تعدل او تعمل اي تعديلات عليها مفهومه طبعا باين كلامها واضح خلاص طيب في واحده ثانيه اسمها جيت كونتاكت داتا خلينا في مثال لده لوحده وبعد كده نعمل مثال مجمع الباقي كله على بعضيه برضه يعني نعمل مثال كده على تشوز كونتاكت وايديت كونتاكت خلاص الاثنين دول مع بعض لو عايز افتح لواحد خليهم على بعض وخلاص نقعد نقطعها انهم كلهم مره واحده احسن جيت كونتاكت دي ايديت جيت كونتاكت ديت خلينا في جيت كونتاكت الاول جيت كونتاكت دي الاخيره خالص خلاص دي بتجيب لك كل الكونتاكتس الموجودين عندك دي بتجت كله في الميموري بتجت كله في الايه في الميموري بتاعتك اما جيت كونتاكت ليست دي بتشتغل باسلوب الليست احنا اشتغلنا عليه كذا مره ان هي بترجع لك اري تقدر تجيب منها البيانات الخاصه بكل ايه بكل واحد دي الجيت كونتاكت ليست خلاص يبقى دي الجيت كونتاكت ليست هتجيب لي هتجيب لي اري طب ما هي الفرق ما بينهم جيت كونتاكتس جيت كونتاكتس هتجيب لك في كل خليه في خلايا الاري الكونتاكتس كلها الكونتاكتس ايه كلها اما جيت كونتاكت ليست بتجيب لك لستة كل خليه فيها الاي دي بتاع الكونتاكت بس الاي دي بس جيت كونتاكتس بترجع اوبجكت بس جيت كونتاكت ليست بترجع لك ايه الاي دي هات بس الاي دي هات بس طيب ايه ميزه الاي دي هات انها تشتغل مع اللي فيها حاجه اسمها جيت كونتاكت داتا جيت كونتاكت داتا دي بقى بتدي له الاي دي بتاع واحد يرجع لك كل البيانات اللي متسجله عنه يرجع لك كل البيانات اللي متسجله ايه متسجله عنه لوحده خلاص كده عرفنا جيت كونتاكتس وجيت كونتاكتس ليست وجيت كونتاكت داتا اخر حاجه اللي هي ما قلناهاش ومش واضح مش موجوده مش عارف ليه بصراحه فين ريموف في ريموف كونتاكت سو ماليش حق ان انا اعمل ريموف غير لما اكون مديله بيرميشن ماشي مش مشكله في ريموف كونتاكت ده برضو بيحذف الكونتاكت بتاعنا طيب عايزين بقى دلوقتي نعمل ابلكيشن نستخدم فيه كل الامكانيات اللي موجوده في الكونتاكت بس ابلكيشن واحد يبقى طويل شويه فعايزين الناس تصحصح معانا خلاص طيب هنفترض ان انا عندي انبوت التايب بتاعه هيبقى button value الفاليو بتاعته هيبقى اسمها get all contacts خلاص نعم get all ماشي get all contacts
ده هيجيب لي كل الايه، مفترض ان انا عايز اشغل الابلكيشن الزرار دوت، هو هينادي على فانكشن بتجيب ايه، بتجيب كله، واقول له اون كليك هتشغل فانكشن اسمها جيت اول مثلا. خلاص وقفلت الانبوت ده، ولما هيجيب لي كله، لما هيجيب لي كل الناس عايز ارصهم بشكل شكل معقول، بمعنى شكل جدول مثلا، في الاي دي بتاع اليوزر مثلا والاسم مثلا، ممكن احط جنبي رقم التليفون او يعني الى اخره يعني عايز اعمل جدول. بس ولنفترض احنا طبعا ممكن نكرييت تيبل زي ما عملنا قبل كده كرييت اي ام جي، صح؟ بس ما كنا كرييت بين اي ام جي وكنا بنعملها امبيد، كانت بتترمي في اخر حاجه في الايه؟ في الصفحه، لما كنا بنعمل لها ابند، صح ولا لا؟ لما كنا بنعمل لها ايه؟ ابند كانت بتضاف اي حته في الصفحه. انا المره دي افترضنا الصفحه فيها ديزاين وبتاع، وانا مكان الكونتاكت هيبقى مكان معين يعني. عشان نعمل حاجه زي كده بنحط التيبل في المكان اللي احنا عايزينه. ونديله اي دي، ولكن هديله كلمه كونتاكتس، واقفل بسلاش تيبل واسيبه بقى هنا خلاص، واكمل باقي الايه الديزاين بتاعي وكله عادي. بس هي الحته دي انا حجزتها، المكان ده حجزته لتيبل بالاي دي اللي اسمه ايه كونتاكتس، بحيث فيما بعد وانا شغال وهكريت مش هكريت جديد، انا هنادي على دوت وكريت جواه، انا على دوت وكريت ايه جواه، فيظهر في نفس المكان بدون ما ياثر على باقي الايه بقى ديزاين. الحاجات اللي تحت تفضل تحت، الحاجات اللي فوق تفضل فوق، والكلام ده كله. خلاص؟ كلام جميل. لو عملت ايه؟ ماشي. ممكن اعمل دفايه في اي مكان في الصفحه عندي، وبعدين الدفايه دي اقدر بقى بعد كده اقوم كاري جواها تيبل وكاري جواها مش عارف ايه، كل ده هيخش جواها امر بنفس الطريقه اللي هقول عليها. خلاص كده؟ طيب ممكن نعمل مثلا اتش 4 مثلا، طبعا الغرض من الكلمه دي بس ان يبقى في حاجه تحت التيبل وفي حاجه فوق التيبل عشان التيبل يبقى دايما في النص يعني. كلام جميل. نعم. ايه ماشي، ما تدوش في الكلام ده. هاجي بقى عند جيت ايه، جيت اول، دي فانكشن اسمها جيت اول. ماشي. طبعا احنا عرفنا ان جيت اول دي بتفاير حدث اللي اسمه جيت، صح؟ لما كله بيجي بيتفاير حدث اسمه جيت. فانا هاجي نوت اقول له دوكيمنت دوت اد ايفنت ليزنر، واقول له انتل دوت اكس دي كي دوت كونتاكتس دوت جيت. ولما ده يحصل سيادتك هتشغل لي حاجه اسمها كونتاكت ريسيفد مثلا. خلاص؟ يبقى المفترض كده لما الجيت هتحصل، لما الجيت هتحصل هيشغل كونتاكت ايه؟ كونتاكت ريسيفد، معناها ان خلاص سحبنا البيانات بتاعت مين؟ بتاعت اليوزرز اللي عندي، سحبنا البيانات بتاعت اليوزر اللي ايه؟ اليوزرز اللي عندي. طب ازاي؟ كل اللي هعمله في جيت اول ان انا هقول له عشان افاير الحدث ده لازم ادي امر اقول له هات لي الكل، فيفاير الحدث بتاع مين؟ بتاع الجيت. فلما يفاير الحدث بتاع الجيت يشغل مين؟ كونتاكت ريسيف. فاقول له خلاص هتجيب الكل ازاي؟ هقول له انتل دوت اكس دي كي دوت كونتاكت دوت جيت او دوت ايه دوت جيت كونتاكت دوت جيت كونتاكت. ودي هترجع لي بقى ايه؟ هترجع لي الاوبجكتس، بس هي مش مهم ان هي ترجع لي الاوبجكتس، المهم الاساس ان هي الاساس في عمل فاير
للايفنت اللي اسمه جيت. هي كده اللي هتعمل فاير للايفنت اللي اسمه ايه؟ ايفنت اللي اسمه جيت. لما تعمل فاير للايفنت اللي اسمه جيت دي معناها ان انت دلوقتي طلبت من الديفايس اللي انت شغال عليه ان انا عايز كل البيانات بتاعت نفسك في الكونتاكت. فهيبدا يعبيها في الميموري، في الرام، في الميموري يعني في الذاكره. اول ما خلاص جابها والميموري جت يعني هو ريتريفد بالكامل، معناها ان هي يعني رجعت البيانات من الديفايس بتاعك بالكامل، هيبدا الحدث دوت يفاير. يعني هيفاير في الاخر، مش بيفاير من اول ما بعمل جيت، هو بيفاير بعد ما ايه؟ بعد ما جيت كله. بعد ما جيت مين؟ بعد ما جيت كله. فبعد ما جيت كله المفترض ان كونتاكت ريسيفد بقى هي اللي هتبدا تاخد ايه؟ هتبدا تاخد دورها في الشغل بقى. خلاص البيانات جت، الف مبروك، استلم بقى البيانات. فابدا استلمها واعرضها بالشكل اللي انا ايه؟ بالشكل اللي انا عايزه. فانا محتاج دلوقتي طالما ان هو جيت كونتاكتس ديت، انا هنا الزرار هينادي عليها، الزرار بتاعي جيت اول كونتاكتس هي جيت اول، فيقوم مشغل دي. تاخد وقتها وتجيت كل البيانات على حسب بقى البيانات قد ايه. بعد ما ياخد كل البيانات هيجي نوت ايه؟ يوم جاي هنا على كونتاكتس ريسيفد، يوم فاير عامل لها فاير. لما تفاير عايزين نظبطها بحيث ان هي تشتغل، اقول له فانكشن، ولازم نسميها بنفس الاسم اللي فوق كونتاكت ريسيف. تاخد اي، والاي ده مش حاجه سهله، الاي ده حاجه مهمه جدا، اللي هي ايه؟ كل الداتا. خلاص كده الداتا بقى اللي هي رجعت اللي من خلالها هبدا اشتغل على الحاجات بتاعتي بقى، ابدا اجيب البيانات والكلام ده كله. بس الامر من كده يعني، على فكره الحته احنا بنتكلم فيها دي فكره كانت يعني دلوقتي هتشوفوها بسيطه والدنيا لذيذه، بس كانت ممكن تبقى مفيده جدا جدا جدا. يعني الناس تعملها حاجات مفيده، يعني ان انت مثلا ممكن التليفون بتاعك يضيع، فالبيانات اللي عندك تضيع، ممكن تقوم عامل كده وتمديها كل البيانات وترفعها على سيرفر، بحيث فيما بعد لو حصل اي مشكله تقدر تداونلود، بس تخدم بقى الخدمه الثانيه بقى انك تقدر تنزل داونلود لنفس الكونتاكتس الموجوده عندك. نعم، ما هنعمل زي دي دلوقتي على بسيطه جدا، هنجيب كل البيانات ونعرضها، بس احنا مش هنبعت على الانترنت دلوقتي. الانترنت لسه دي وضعه يعني، او الويب سايتس ازاي نبعت الويب سايتس البيانات دي ليها وراها يعني. المهم، والفايلز برضو عشان لو احنا عايزين ننظمها في شكل اكس ام ال، في شكل مش عارف ايه، ممكن برضو ليها وضعها. كان الوقت لسه نبص الدنيا بسيطه يعني، مبسطين الدنيا على الاخر، بس ركز بس معايا. كونتاكتس ريسيفت اشتغلت خلاص، هتبدا تعمل ايه؟ قلت له اولا مبدئيا انا عارف عايز اغير، اعرف فاريبل اسمه تيبل، والفاريبل ده مش هخلي الدوكيمنت بتاعتي يكريته، لا انا هخليها تستدعيه من الايه؟ من التيبل اللي موجود فعلا اللي كان اسمه كونتاكتس تحت. فاقول له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، قال لي اسمه ايه؟ قلت له اسمه صح كده؟ فيروح في الدوكيومنتس بتاعتي هيدور على الاي دي اللي اسمه كونتاكتس، فهيلاقي ادي الايه؟ الاي دي اللي اسمه كونتاكتس اللي هو التيبل ده. خلاص يبقى انا كده اول ما اتكلم مع كلمه تيبل اكني بتكلم مع التيبل اللي ايه؟ مع التيبل اللي تحت، اكني بتكلم مع التيبل اللي تحت. هقول له مبدئيا يا تيبل دوت انر اتش تي ام ال ايكوال فاضي. ليه؟ عشان انا دلوقتي هبدا ارص الكونتاكتس بتاعتي في الجدول، فلو اليوزر داس على الزرار تاني ما يحطش على بعضه في بدايه كل مره الانر اتش تي ام ال يفضى عشان ما احطش البيانات على بعضها. فاهمين اللي اقصد ايه؟ افترض البرنامج بيطلع البيانات تتعرضها في جدول، والراجل داس على الزرار هيعرضها في الجدول، طب داس على الزرار تاني هيبدا يلخبط الدنيا، صح ولا لا؟ انا مش عايز يعمل العمليه دي خلاص. في بدايه كل مره هيفضل ايه؟ هيفضل التيبل بتاعي. كلام جميل. هعمل فاريبل اسميه all contacts، وده هيساوي ايه؟ قلت له روح على انتل دوت اكس دي كي دوت contacts دوت جيت contacts ليست.
تمام كده؟ حلو كده. all contacts دي عندي دلوقتي هي اللي شايله كل الايدهات اللي متسجله عندي على مين؟ على الجهاز. حلو قوي. عايز اعمل لوب وعد على واحد واحد، صح كده؟ عايز اعد على واحد واحد واعمل فور ادي بار مثلا. رو بلاش رو، خلينا مثلا في اكس تساوي زيرو، واكس لازم تكون اصغر من عدد الكونتاكتس اللي عندي. يعني اقول اول كونتاكتس دوت لينث، اشوف عدد الكونتاكتس اللي عندي 10، يبقى انا عايز امر من 0 ل 9. ماشي كده؟ خلاص يعني العمليه بقت ايه؟ ماشي في استخدامها الطبيعي. اكس بلس بلس وادي بداية الفور وادي نهاية الايه؟ وادي نهاية الفور. حلو. ايه اللي سيادتك هتعمله؟ قلت له مبدئيا انا عاوز اجيب المعلومات الخاصة باليوزر الاول، وفي اللفة الثانية هجيب المعلومات الخاصة باليوزر الثاني، وفي اللفة الثالثة هجيب المعلومات الخاصة باليوزر الثالث عشان ابدا اعرضها. فهقول له ايه؟ هقول له عرف متغير var contact مثلا data مثلا او contact info المعلومات الخاصة بالcontact. هتجيبها منين؟ قلت له كان في ميثود اسمها جيت كونتاكت داتا، صح؟ بس كانت محتاجه مني الاي دي، كانت محتاجه مني ايه؟ الاي دي. فاقول له ماشي، يبقى انتل دوت اكس دي كي دوت كونتاكت دوت جيت كونتاكت داتا. قال لي اديني بس مين؟ ها؟ الاي دي. طب الاي دي اجيبه منين؟ ما الليسته دي شايله، الليسته دي شايله الاي ديهات كلها. يعني اول كونتاكتس رقم زيرو. طب انا كل مره يبقى رقم زيرو؟ لا بقى، يبقى انا هقول له ايه؟ رقم ايه؟ اكس. واكس اوتوماتيك اول مره بزيرو، فاجيب اول واحد، ثاني مره بواحد فاجيب ثاني واحد، ثالث مره باثنين هجيب ثالث واحد الى اخره، صح كده؟ بكون اولد كونتاكتس اوف اكس. حلو قوي، كلام جميل كده. انا ايه؟ توصلت للكونتاكت انفو. ده اوبجكت شايل معلومات كامله ومعقده على فكره، يعني هو مجموعه من الاريز جوا بعض، لان الاسم ده عادي فيرست لاست النيم الفون اري الفون اري اوف فونز مش تليفون واحد، الايميل اري اري جواه اري، صح ولا ايه؟ لان برضو الفون كذا، والايميل قلنا الفون والايميل اري، وايه تاني؟ والادرس كمان اري، والادرس اري جواها اري اللي هي ايه؟ اللي هي الكانتري وال مش عارف ايه ومش عارف ايه، مجموعه من يعني. شوف بقى كم عمليه متداخله من زي ما انت متخيلها، يعني بيانات بسيطه كداتا ستراكشر او يعني كستراكشر خاص بالبيانات، لا البيانات متداخله جدا. المهم طيب، بعدين بعد ما توصلت البيانات قلت له عايز بقى اكريت رو. احنا عاملين عندنا تيبل، صح؟ عايز اكريت رو، الرو ده من خانتين او ثلاثه مثلا، فعايز اكريت رو واحط فيه مثلا اي دي، واحط فيه مثلا جنبيه النيم، جنبيه مثلا الفون مثلا. اعملها ازاي دي بقى؟ اقول له عرف فاريبل اسميه رو، وده بيساوي
بيساوي ايه؟ قلت له عاوز اكرييت رو، فاقول له دوكيمنت دوت كرييت ايليمنت، صح؟ طبعا انا بتكلم مع ناس المفترض ان هي عندها خلفيه على الاتش تي ام ال شويه، عارفين يعني ايه تيبل وتي ار وتي دي عشان الايه؟ خلاص؟ فعشان اكرييت جوه التيبل هكرييت ايليمنت، الايليمنت بيبقى اسمه تي ار، الايليمنت اللي هو الرو يبقى اسمه عندنا احنا ايه؟ تي ار. حلو قوي. التي ار دي ممكن اسيت لها اتريبيوت مثلا، وليكن اول خاصيه عايز اشتغل عليها خاصيه مثلا الاي دي بتاعها، عايز احدد الاي دي بتاعها، الاي دي بتاع الرو ممكن اسميه رو اندرسكور، وبعد اندرسكور عايز رقم مميز، والله ممكن اقول له اكس وخلاص، واكس بقى يبقى كده رو زي اندرسكور زيرو، رو اندرسكور واحد، اي اسماء بقى. وعلى فكره مش لازم نحط له اي دي، بس يلا هو لازم الرو كل رو يبقى ليه رقم؟ مش لازم، مش لازم، بس يعمل كريته لازم يكون ليه اي دي عشان بيتكريت ران تايم، هنعمله اي دي وخلاص. لقيته اي دي رو اندرسكور زيرو، رو اندرسكور واحد، رو اندرسكور اثنين الى اخره، خلاص. وكده انا عارف الاي دي بتاع كل رو. ممكن اقول له تي ار دوت سيت اتريبيوت مثلا، هناخد خاصيه مثلا من الخصائص اللي هي الستايل، ونعمل له ستايل مثلا، نعم، لا ما بحبش البوردر انا في التيمز. ممكن ندي باك جراوند كلر مثلا، ممكن ندي لون خلفيه باك جراوند داش كلر ايكوال كام، اي لون بقى ما يكونش غامق طبعا، ولا غامق يقول لي جرين وبلو، ايه ده مين دول؟ ممكن نكتبه بالهكسا ديسيمال، عارفين الهكسا ديسيمال؟ مش عارفين، بالار جي بي، ممكن نكتبه ار جي بي ولا ايه؟ هو وظروفه بقى يطلع ايه مش عارف انا. بلاها ده. خليها هيلو. لون كده. خلاص؟ نعم؟ ماشي. ادينا له لون وليكن زي ما اتفقنا ايه؟ يلو وخلاص. ممكن نبقى نغيره بعدين براحتنا. هل هندي له اي خصائص ثانيه؟ ممكن ندي خصائص ثانيه زي ما احنا عايزين. اهم حاجة ان احنا هنبدا نكريت روز، اسف، نكريت ديتا اللي هي خلية او تي دي، خلاص. فاقول له بنفس الطريقة انا عاوز اعرف تي دي، واقول له دوكيمنت دوت كرييت ايليمنت تي دي. حلو كده؟ كلام جميل. او الخليه، الخليه الاولانيه ديت عاوز اضيف جواها يعني تي دي دوت انر تكست، احط جواها كلام، الكلام ده ما هو الا الاي دي. الاي دي اجيب الاي دي ازاي؟ انا عندي كونتاكت انفو شايله كل حاجه، صح؟ فممكن اقول له كونتاكت info dot a dot id. حلو، اتحطت في الخليه الايه؟ في الخليه الاولى. واجي على الرو اللي عندي، الرو بقى اللي هو الصف، اقول له خد الخليه دي واحطها مع جواك، صح ولا ايه؟ خد بالك انت بتعمل كل حاجه دلوقتي سليمه بس مستقله بذاتها. فانا عايز دلوقتي ادخل الخليه جوه مين؟ جوه الرو، وادخل الخليه اللي جنبيها جوه الرو، والخليه الثالثه جوه الرو،
وبعدين ادخل الروج جوه التيبل ما تنساش. جميل الفكره ماشيه كده عشان نقدر نكونها. فاجي جوه الرو هقول له append child ضيف لي دوت، قال لي مين هو؟ قلت له التديهية دي. ممكن نسميها تي دي اي دي، انا مش عاجبني تي دي اخليها تي دي اي دي، لان احنا هنعمل كذا تي دي صح ولا مش معايا الناس دي؟ تي دي اي دي هنعمل خليه ثانيه جنبها تجيب فيها الاسم مثلا، فهو عامل كمان يعني كوبي من دول، يعني هم ده صح ولا لا؟ هم خدوا كوبي بيست، وهم جاي هنا قال له برده انا عايز دي بس مش هخليها تي دي اي دي، خليها مش عاجباني خلي دي اي كابيتال كده. انا بحب اشتغل بالاسلوب اللي هو بيسموه كامل كيس، اللي هو اول حرف من الكلمه بيبقى دايما سمول، تاني حرف اسف اول حرف من تاني كلمه يبقى كابيتال، اول حرف من تالت كلمه يبقى كابيتال كده. يعني لو الكلمه اللي عندك مكونه من اكتر من كلمه يبقى كله سمول، هو دايما خلي القاعده كلها سمول الا اول كلمه اول حرف من تاني كلمه، اول حرف من تالت كلمه تحس انها تتقري. يعني هما بيقولوا اعملوا كده. هو جاي هنا قال له ايه؟ تي دي اسمها نيم، انت هتولع فينا انت على فكره. انت شفتش الشرار ولا ايه؟ خلاص وكونتاكت انفو، بس المره دي هجيب مين بقى؟ مش هجيب الاي دي، هجيب مين؟ النيم. وفي الاخر انا اهم اجي اضيف في الرو هضيف مين؟ التي دي نيم. ممكن بنفس الطريقه اجيب فون من الفونز مثلا، خليها دلوقتي. احنا بعد ما ضفنا التو تي ديز دول جوه الرو، احنا ما ضفناهمش جوه الرو، ضفناهم جوه الرو. خلاص؟ حلو قوي. ما ننساش بقى نضيف الرو دوت للجدول، يعني بقى عملنا رو وعملنا خانيه وضفناها جواها، عملنا خانيه وضفناها جواها، خد بقى التي ار دي دخلها جوه الجدول. ما ننساش دخلها جوه الجدول. فاقول له ايه؟ يا تيبل دوت ابند تشايلد برضه، قال لي مين يا عمي؟ قلت له الرو ده، خد الرو ده. فياخد الرو. وبعد ما ياخد الرو يغلط في مين؟ في الفور. بعد ما يغلط في الفور يطلع فوق، بعد ما يطلع فوق يجيب الكونتاكت انفو اللي عليها الايه؟ اللي عليها الدور صح؟ ويعمل تي ار جديده ويديها الالون الكامل الفاضي ده، يعمل الخليه الاولانيه يجيب فيها الاي دي ويسلمها له، يجيب النيم ويسلمها للرو. بعد ما جاب التو رو يقوم جايب مين؟ ياخد الرو يسلمه للجدول، يضيفه على الجدول، يبقى الصف الثاني يطلع مع الصف الثالث مع الرابع مع الخامس مع ال20 يبقى قابلني. تعال نشوف الكلام ده. خلاص نيميوليت الكلام ده. ادي جيت اول كونتاكتس، دوس. شفتوا ولا عبرني ايه؟ بيبقى فيه سامبلز، بتبقى فيه عينات بتبقى موجوده. افترض ان هو يبقى فيه دكتور، المفروض هي كونتاكتس سيف دي تبقى سوري بس واحده واحده عليا. انا بحب دايما ان ارتب الكود بتاعي قدر الاستطاعه عشان لما يحصل عندنا مشاكل نعرف ندور هندور فين. في فانكشن حضرتك بتنادي عليها بيديها بقى لوكيشن. فين هي؟ فوق فوق عند الحدث بتاع الايفنت ديسك اهو. هنا حضرتك تقول كونتاكت ريسيف، حضرتك تدي على المهم ده لوكيشن. مش دي فانكشن؟ عادي عادي. هو بنكتبها كده دايما. فقدنا دي اول غلطه، لو اعرف في غلطات تانية ولا لا. الفانكشن نكتبها كده من غير دبل كوتيشن، هيبعت اسمها كده صريح من غير دبل ايه؟ من غير دبل كوت. تعال نرجع ايميليت واقول له جيت اول كونتاكتس، يبقى كده اول غلطه. خش على الغلطه اللي بعديها. اوعى تقول لي ان هنا كلمه فولس، ما احنا دايما بنعديها ما فيهاش مشكله يعني لما بنعديها. ماشي، يعني ما بنبعتهاش اصلا، احنا ما بنستخدمهاش، هي ديفولت فولس. ماشي، المهم ان دي اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟
تتاكد كيف؟ ماشي، يعمل اليرت كده بالتست، لو عدت بعد جيت اول يبقى ايه؟ يبقى اشتغلت. ماشي اشتغل تمام، طالما اشتغلت يبقى الايفنت ده عمل فاير، طالما ده عمل فاير يبقى اكيد دخل نادى على مين؟ هنا صح ولا ايه؟ طالما دخل علينا بس انا هكتبها في الاول عشان اتاكد ان هو دخل اصلا جوه الفانكشن. يلا يا عمي اشتغلت، يبقى دخل جوه الفانكشن والفانكشن شغاله 100 فول و18. تعالى من قبل الفور كده وريني كده ايه، لو اشتغلت يبقى عدى كله واقف ايه، يبقى العيب عندنا جوه الفور. جيت كونتاكت العيب عندنا جوه الفور. طب نخش على طول كده هنا عشان نتاكد ان هو داخل جوه مين؟ الفور ذات نفسها شغاله، الفور ذات نفسها شغال. حلو قوي، امال ايه؟ كاتو، عايز اتاكد ان الكونتاكت انفو جت. جت تو، طب محتاجه ما جت وحياتك يا شيخ، ما تورينا كده الايه؟ اي حاجه. يعني عرض لي كونتاكت انفو دوت مثلا دوت نيم مثلا. مظبوط، جاب لي اول بيان. قلت له حلو 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 حلو. فار عرفنا تي ار واديناها اي دي، بعد اعمال اديناها اي دي. ايه؟ ما عملناش دوكيمنت دوت بادي دوت ادش، بس هنا عشان احنا التيبل موجود اصلا فمش هضيفه على الدوكيمنت ذات نفسه، عشان كده ما عملناهاش. خد بالك من حاجه، الايرور بيطلع مره واحده، يعني المسج بيطلع مره واحده، المفروض ده لوب، فمعناه ان هو بيخش وفي حاجه بتضرب فما بيكملش اللوب. فقلت له تعالى كده بعد التي ار كده، بعد التي ار على طول وحياتك. اشتغلت شيء، والعيب في التي ار. العيب عندنا موجود فين؟ في التي ار دي. عرفنا المتغير سميناه رو واشتغلنا بعد كده على تي ار. ونشتغل على رو. اشتغلنا على حاجه ثانيه متغير ثاني خالص. ما اشتغلناش على رو، طبعا انا عارف ان احنا نايمين او ان احنا ماشي. خلاص؟ المفروض على الاقل حد فيكم يعني يقول لي المتغير هنا اسمه اي حاجه. ايوه انا عارف. بس مش متظبطه، بس بعد كده مش متظبطه بقى. برضه. طيب تعالى كده. جيت اول كونتاكتس. طلع لي كل الايه؟ الناس بما فيهم محمد محمود ابراهيم اللي لسه متضاف. خلاص كده؟ شكله اخي مسفر كده وبتاع، بس يلا. المهم بدات تطلع الايه؟ البيانات بتاعتنا من الكونتاكتس بالايديهات والاسماء. نعم؟ طيب. عايزين نعمل ايه تاني؟ اوكي. عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين يقدر يسلكت على رو. يعني كليك على رو من الروز. واللي يهمني لما يكليك على رو من الروز ان انا اوصل للاي دي. ولا ايه؟ وما اوصل للاي دي هبدا بعد كده اقدر اقول له جيت كونتاكت ديتا، فيجيب لي بياناته الكامله، فاقدر بقى ايه اتعامل معاها. صح ولا ايه؟ وانا لما ارجع على الشاشه بتاعت الايديت، سيبك من شاشه الايديت دلوقتي. المهم ايوه، الايديت هتتعمل بالاي دي والديليت بتتعمل بالاي دي او الريموف بتتعمل بالاي دي، الاثنين لازم يكون معايا الاي دي اللي انا عايز احذفه او اللي انا عايز اعدله. فعاوز
اضيف هنا input التايب بتاعه text وادي له id txt id مش اكتر txt id. عاوز ارجع بقى هنا فوق للرو ده الجميل ده، انا عاوز الرو لما يتداس عليه يجيب الاي دي ويحطه في التي اكس اي دي تحت عشان يبقى معايا الاي دي. حد فاهم حاجه ولا اقول تاني؟ عايز لما يكليك على الرو كليك على عمل كليك على رو اقوم واخد الاي دي بتاع الرو اللي هو عمل كليك عليه واظهره تحت عندي في التكست بوكس. ليه في التكست بوكس تحت؟ عشان بعد كده اقدر بقى انادي من خلاله اعمل ريموف او انادي من خلاله اعمل ايه؟ اعمل ابديت ايديت يعني. فاهمين الفكره؟ فلازم الاول اوصل للاي دي. ايش عرفني هو راس فين؟ هو راس فين دي مشكله. حلوه المشكله. عايزين نعمل لا للرو مش للتيبل. لو للتيبل دي مش هعرف هو راس فين، انا عايز للرو عشان ابقى عارف الاي دي بتاع الرو ده ايه. خلاص فاقول له ماشي. على العموم خد بالك من الحته دي عشان دي ممكن نخلي جافا سكريبت تكتب كود جافا سكريبت. ماشي ايه تري اكيد الجافا سكريبت. لا انت مش حاسس بيا، مش ده اللي اقصده. يعني الكود اللي احنا هنكتبه دلوقتي هو كود كله ده، انا ده كله ايه؟ جافا سكريبت. خلاص كله هو اسمه جافا سكريبت على بعضيه، بس انا عايز اكتب بقى كود جواه تاني غيره جافا سكريبت تاني. مش عارف انا في مالك ازاي هي بتيجي كده. خلاص يعني هقول له ديت ست اتريبيوت. قال لي ايه الاتريبيوت اللي هتضيفه على الرو؟ قلت له اسمه اون كليك. احنا عارفين ان اون كليك بيكتب جواها ايه؟ شغل فانكشن او اي حاجه تكون فيها ايه؟ جافا سكريبت. صح كده ولا فكره ولا مش واخدين بالكم معايا؟ فالمفترض ان انا اقول له اون كليك هيكتب هنا كود ما بين دبل كوتيشن. كود الدبل كوتيشن ده اللي هو اون كليك، يا اما بنادي على اسم فانكشن زي ما كنا بنشتغل احنا تحت زي الاون كليك اللي دي زي كده، يا اما انا هكتب كود الجافا سكريبت. فانا ممكن اكتب الكود بتاع جافا سكريبت ما بين الدبل كوتيشن هنا جوه. ما عشان هي امر واحد. مش احنا قلنا قبل كده لو تفتكر قلت في اون كليك لو امر واحد مش مشكله اكتبه على بعض اكتبه على طول، لكن لو اكتر من امر لا اعمله بقى جوه فانكشن ونادي عليه. صح ولا لا؟ كنت بقول كده. طب هو امر واحد، انا عايز اخد الاي دي احطه جوه التكست بوكس. يعني اقول اسم التكست بوكس دوت فاليو بتساوي الاي دي. بقوم قايل كده تي اكس تي اي دي. طبعا الكود اللي دبل كوتيشن ده كود جافا سكريبت دوت فاليو بتساوي لا بتساوي all contacts of x او contact info dot id. صح ولا ايه؟ عايز يبقى دي بتاع اليوزر. صح ولا ايه؟ معايا الناس ولا نايمه؟ انا هقول دي بتساوي بس انا مش عارف الاي دي، فاجيبه بقى من الجافا سكريبت اللي بره اللي هو هقول له ايه بقى جنبيها هنا حط لي ال all contacts of ايه؟ of x. هيبقى كده ايه دول على بعضيهم. كنت المفروض اقول له تيكست اي دي تيكست اي دي دوت فاليو بتساوي كذا، بس كذا دي كمان ذات نفسها مش معايا. فقلت له بص تيكست اي دي دوت فاليو بتساوي روح شوف الاول كونتاكتس اوف سي اوف اكس فيجيب لي الاي دي بتاعها. فيبقى تخيل كده، تخيل معايا ان ادي تيبل وادي سلاش تيبل وادي تي ار اللي واخده اي دي رو اندر سكور زيرو. صح كده ولا ايه؟ الناس مش معايا. وادي سلاش تي ار
جوه التي ار دي احنا ضفنا 2 تي دي خلاص. تي دي الاولانيه فيها الاي دي 1 2 3 4 وادي سلاش تي دي. التي دي الثانيه كان فيها النيم. حد كده زعلان؟ وكذلك كان في ايه؟ رو ثاني وثالث ورابع. بس فارق معايا هنا مين؟ ضفنا اتريبيوتس ثانيه بتاعت الباك جراوند والسايد. سيبك من دلوقتي كناش ما نضيعش عشان بس ما نكترش الدنيا. انا الهمني ان انا هعمل هنا اون ايه؟ اون كليك. قلت له بتساوي التي اكس تي اي دي دوت فاليو بتساوي المفترض ان جافا سكريبت هتست لي قيمه فعليه. ايه الاي دي اللي هو يبقى كام هنا؟ وفي المره الثانيه في السطر اللي بعد كده هيبقى عامل كده اهو. بس الرو رقم واحد هيبقى جاي لي مثلا عامل كده. اون كليك تي اكس تي اي دي بتساوي فاليو بتساوي 1 2 3 5 مثلا. فاهمين الفكره؟ وهكذا مع كل ايه؟ مع كل روبيت جنريتد بعمل اون كليك وبجيب القيمه وبحط الفاليو اللي هي مين؟ اللي هي الاي دي بتتركب كده. وبعد كده لما بيدوس على رو منهم يقوم منفذ مين؟ احنا نسينا حاجه، نسينا السيمي كولون، نسيناها هنا يبقى اكيد نسيناها هناك. خلاص؟ يبقى كل ما يكليك على رو يخلي التكست اي دي فاليو تاخد القيمه اللي هي ايه بتاعت الاي دي، فكده بقدر اوصل الاي دي واحد بتاع اي واحد بيكليك عليه. نسينا السيمي كولون ولا نسينا السيمي كولون؟ يبقى بعد دي اقول له زائد السيمي كولون واحد. يضرب لما هيعمل ايه؟ احسن هو امر جافا سكريبت. معايا الناس ولا ايه؟ خد بالك انا بعمل كونكات للبيانات للكود. كونكات يعني بعمل دم بلزق الكلام جوا بعض. كلمه تي اكس تي اي دي دوت فاليو دي كلمه ثابته بتساوي حاططها ما بين دبل كوتيشن. اما الاي دي بيتغير فما ينفعش احطه من دبل كوتيشن. نطلع على طول تقول كونتاكتس اكس. لكن كلمه السيمي كولوم ذات نفسها تفضل ايه؟ ثابته. تلاحظ هي تبقى ثابته معايا في كل ايه؟ كل رو. فالحاجه الثابته اللي هي دي كلها حاططها ما بين دبل كوتيشن والسيمي كولوم عشان ثابته حاططها ما بين دبل كوتيشن. اما بالنسبه لي عشان الاي دي بيتغير حطيته حر. ما ينفعش ان انا ايه؟ احط دبل كوتيشن لان دبل اي حاجه ما بين دبل كوتيشن ترسم كما هي. ترسم كما ايه؟ ترسم كما هي. تعالى نجرب بقى العك اللي احنا عكناه ده. طبعا هنا ده فاضي دلوقتي. قلت له جيت اول كونتاكتس ماشي. توست هنا جاب الاي دي. طبعا ده اخره 89. طب دوست على ده مثلا اخره 47 غيره اخره 64 غيره هنا وهنا واحنا مركبين على الرو. في اي حته في الايه؟ في الرو مفيش مشكلة. مثلا لما بكليك كليكاية بيقدر ايه؟ طبعا هو هتقول لي بقى ايه؟ عايزينه بقى يبقى تنور بلون مختلف بقى ونلعب بقى دي قصة تانية. والله ممكن ليه لا يعني؟ الموضوع بقى ممتع، أصل أول ما اشتغلنا برمجة كده الموضوع بقى ممتع. أتمنى يكون عند الناس كلها ممتع. كده أنا وصلت للأي دي. اقدر دلوقتي اقول له اعمل لي ريموف او اقدر اقول له اعمل لي ايديت ولا ايه؟ اقدر عادي بقى اقدر اقوم ضايف تحت انبوت بس اعمل بي ار كده الاول عشان يبقى سطر لوحده واعمل انبوت والتايب بتاعته بمبر بمبر بتن والفاليو بتاعته edit edit selected contact و on click لما يتداس عليه هينادي على function وليكن اسمها edit
كونتاكت صح كده؟ واخوه بس هيبقى ريموف وان كليك هينادى على مين؟ ديليت كونتاكت. مفيش اصلا ديليت كونتاكت بس ماشي ما علينا خلاص. طب افترضنا بس ريموف او اديت دلوقتي كده من الشارع كده، طبعا هو دلوقتي مش هيعمل حاجه طبعا بس احنا عارفين انه مش هيشتغل يعني. بس جيت اول كونتاكتس، مفترض ان انا لما بعمل كده اقدر اعمل اديت واقدر اعمل ايه ريموف، لكن قبل كده مفيش حاجه بتحصل يعني. او المفروض ارد عليه يعني اعبره اقول له اختار الاول عشان يعني اي حاجه يعني. فممكن اروح اعمل فانكشن اسمها اديت كونتاكت دلوقتي في السكريبت، ممكن اقول له if ان txt id dot value لو equal equal فاضي، يبقى ممكن اطلع له رساله لو عندي مكان بطلع فيه الرسائل، ما عنديش صح؟ كان في اوتبوت بتاعي ماشي، اقول له input ايه input ده؟ ديفايه مثلا واديها الاي دي بتاعها output. واجي هنا اقول له لو كان في edit contact txt id dot value equal فاضي، يبقى اقول له الاوتبوت دوت انر تكست ايكوال ده لو كان ايه؟ ده لو ما كانش فيه بيانات. الس يبقى خلاص بقى براءة يعني المفروض يشتغل يعني. سيبك من الس دلوقتي، احنا مش عارفين نعمل في الس دلوقتي. بس دي قصة ثانية. خلاص؟ أو الس خلينا نخلص. الس هنعمل إيه بقى؟ عايزينه بقى إيه؟ لكل الإيديت يعني. هقول له بقى انتل في الحالة دي بقى خلاص بقى الدنيا يا بيس، أنا عايز أنادي بقى على الإيديت. انتل دوت ان دوت اكس دي كي دوت كونتاكتس دوت اديت كونتاكت. قال لي بس انت تديني الاي دي، قلت له اه بقى ما هو موجود في التكست بوكس خلاص. فاقول له هتجيبه منين؟ من تي اكس تي اي دي دوت فاليو. صبرا يا عم، عملنا اديت لك بعد ما نعمل اديت انت بتحجز. انت يا عمرو دايما متمكن يا عمرو، صبرا علينا يا عم، انا مش ملحق. خلاص طبعا لما هنادي على اديت كونتاكتس او اديت كونتاكت وابعت له قيمه، المفروض في ايفنت هيحصل. في ايفنت هي ايه هيحصل؟ اللي هو الايفنت اللي اسمه ايديت. الايفنت اللي اسمه ايه؟ ايديت هاي فاير. لما يفاير مش عارف اعمل ايه، خلاص هجري. انا ما يكونش بيفاير غاز. المهم فممكن برضو من ضمن بقى الاكواد اللي كانت موجوده في الاول خالص اول السكريبت اضيف كمان ايفنت في اول. انا بحب اضيف الايفنتس في اول السكريبت مش عارف ليه، وانا اعتدت على كده، وقد يكون ساعات العاده بتبقى كويسه لما تكون مرتبه، عشان فيما بعد تبقى لما تبقى واقع في ايفنت مش شغال يبقى اكيد فوق خالص مثلا، بتلاقي الدنيا متنظمه عشان الايفنتس ما تبقاش جوه فانكشن، فيبقى الايفنتس مع بعضها على بعضها مره واحده يعني. فاقول له دوكيمنت دوت اد ايفنت ليزنر على انتل دوت اكس دي كي dot contacts dot edit. ولما ده هيفاير
اول مره طلعنا المساعده صح التايب وال والفانكشن والاوبجكت ليزنر والبوليان كان ماشي. هقول له هيقول لي هتعمل ايه؟ قلت له بقى هتشغل لي حاجه اسمها ابديت كونتاكت. ابديت كونتاكت كونتاكت بيصير دول احسن عنه هو. انا عامله تحت. لا يا عم ده تاليف، ده تاليف الشخصي، ده مجهودي. خلاص هنا اسم الفانكشن سميها زي ما انت عايز تسميها، لكن اسم الايفنت هو كده. خلاص اسم الايفنت هو كده، اسم الميثودز اللي هي انت دوت اكس دي كي، اي حاجه انت دوت اكس دي كي، دي حاجات كلها فانكشنز جاهزه واوبجكتس جاهزه، لكن الباقي ده اسم الفانكشنز دي كلها من ابداعاتنا الشخصيه. خلاص لكن بنحاول نسميها اسماء تحس ان هي اسماء يعني ليها معنى يعني. بنحاول ماشي. ابديت كونتاكت ده بقى ده لسه ده ربنا يسهل له يعني، مش عارف نعمل فيه ايه. ده بقى لما يكون خلاص عمل ايه ايديت صح فانكشن، والله مش نعمل فيها حاجه يعني، احنا نعمل فانكشن اسمها ايه ابديت كونتاكت ايوه، بس اختبر بس ان هو سكسس ولا لا وخلاص يعني، اختبر بس مش اكتر من كده. الناس متابعاني ولا ايه؟ انا اول مره يعني اخش البرنامج طويل معاكم شويه، انا عمال ادي امثله صغيره فمش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده. لا بس كده ممتع. ماشي خلاص ابديت كونتاكت قاعدين بس نقول اف ان اي دوت سكسس ايكوال ايكوال ترو، اقول له بس في الاوتبوت دوت انر تكست اقول له كونتاكت داتا ابديت. else يبقى مش سكسس. ممكن اختبر الاي دوت ايه كانسل اقول مثلا إلس. مش عارف حصل ايه، ممكن اقول له output احنا بنتدلع كده دوت انر تكست اقول له اي دوت مسج، طلع لي بقى شوف الرساله ايه اللي عندك بقى وطلعها لي. احترت مسجاتي فيك. خلاص واقول له ايميليت، بس ده شكله وحش، ده اخيده خالص صح. والله احنا يعني التكست بوكس يطلع فيه الارقام، احنا عايزين عشان نعرف نعمل ايديت، بس مش عايزين تظهر كده للناس يعني. ممكن اخلي التايب بتاعه بدل تكست، يعني بدل ما احنا عاملين ان هو بيظهر، مش احنا كنا عاملين تكست بوكس اسمه تكست اي دي صح، لو بيظهر فيه الاي دي اللي انا اخترته، لا هختار نوعه ايه بدل تكست اخليه هيدن. هيدن تكست بوكس مخفي، لا ملوش مكان ولا اي حاجه، بس هو موجود وتقدر تستدعيه وتجيب منه البيانات اكنه موجود، بس بلاش يظهر في الشكل. ممكن اعمل له فيزيبل، ما هو ده الفيزيبل بتاعته، ما هي كده انت عملت له فيزيبل يعني اهو اتشال. جيت اول كونتاكت علمت على واحد، المفروض طلع لي رقم هنا بس يعني بالنيه خلاص. اديت سيلكت الكونتاكت اهو، دخلني بقى على ريان دوت بقى والايه والبيانات الجميله بتاعته. كانسل طلع لي قال لي اوبريشن كانسل، يعني ما عملش ابديت. قلت له ماشي، هات لنا محمول دوست عليه دوسه ودخلت على اديت سيلكت كونتاكت ايه مستاش ولا ايه ما سايبناش ساعتها ولا ايه اللي حصل؟ طب هات عادل كده
عشان اعمل اوبريشن كانسلد ولا ايه؟ يبقى مش بسبب ان احنا عملنا كانسل، لا، كل الفكره ان احنا ان ده بس بيسيميوليت الموضوع، بيحاول بس هو مثبت شويه البيانات دي، هو مثبتها ما بي دي البيانات الحقيقيه اللي متسجله عنده، لما الباقي ده احنا بنسجله جديد ده ما يعني ما يبقاش حقيقي يعني باي كلام. فاحنا لو رحنا على اي واحد من دول مثلا مايكل ده، مايكل جوردن ده، وقلت له ايديت، لقيناه فعلا بياناته ايه يتسجل، اقدر بقى طبعا ايه يعني اضيف له اي بيانات واعمل له ايه دن، فيقول لي كونتاكت ديتا ايه ابديتد، خش بلاقيها ايه متابديت، معمول لها كلام جميل ماشي. لكن طبعا محمود وعادل دول مش تبع ال مضطهديننا خلاص كده. بس ايه جربنا العمليه ريموف، طبعا هو مش مطلعينها مش عارف ليه، ممكن يكون لغوها يعني في الفيرجن ده ولا حاجه. بس احنا لو قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ديليت كونتاكت وهنعمل فانكشن اسمها كده، وهننادي منها على انتل دوت اكس دي كي، نعم ايه دي ايه دي مكتوبه غلط. ماشي يا عم مش هتفرق معانا، احنا المهم سميناها نفس الاسم. دوت كونتاكتس دوت ايه، مفيش ريموف، والله كان في ريموف بتاعي والله. خلاص بقى مفيش، هعمل ايه؟ المفروض هنا في برميشن، هو بقى بالنسبه لحكايه البرميشن دي بقى المكتبه بتاعت الانتل اكس دي كي، لما انت بتستخدم حاجه هي بترمي البرميشن بتاعها لوحدها. لما استخدمتها يبقى احط لها البرميشن. النظام القديم كنا لازم نحط البرميشن ونكتب الكود، نكتب الكود ونحط البرميشن، صح؟ هنا لا خلاص يعني. هو المفروض كان في ريموف بس مش عارف راحت فين. فمفيش هو في حاجه اسمها ديليت للكونتاكت ذات نفسه. تقريبا لما بتبقى في ال بتخش على ايديت وبتفتح المنيو بتلاقي ديليت، صح؟ فما فيش ديليت مباشر اصلا. يعني انت لو عملت ايديت يبقى انت يعتبر عملت ايه؟ عملت ديليت. يعني انا اعتقد دي كانت كده، ولا انتوا ما بتستغلوش على اجهزه، ولا انتوا ماسكين لها زينه، ولا ايه؟ محدش بيرد عليا. يبقى انا ريموف دي بالنسبه لنا احنا ما هياش موجوده على ما اتذكر يعني. نخش على ايميليت وبنعلم على اي واحد. ايه ده؟ مايك عشان تعدي في الاخر بقى في الاخر يعني. edit selected، ممكن اجي من هنا واقول له اكني دوست على المنيو بوتن فاير يا ابني، بصوا ما عملش حاجه. لكن اعتقد كانت في جربوها على الموبايل. ايه يبقى احنا توصلنا ان في الجهاز العادي المفترض لما بتعرض البيانات للايديت او للعرض المفروض في المنيو بتاعتها يبقى الديليت من جوه يعني. بس ما اعرفش نفس سميته مش شغاله او فيها حاجه، مش مشكله. كفايه كده